مرحبا بكم في فيديو جديد، وموضوع اليوم هو كيف تتحصل على فك قوي. وقبل كل شيء، كأنك جديد في القناة مرحبا بك. كان تحب تتعلم الأناقة وأحسن أنواع الملابس وستايلات الشعر والأحذية، قم بالاشتراك في القناة وقم بتفعيل المنبه لكي تصلك الإشعارات عند تحميل فيديو جديد. وفيديو اليوم هو طلب من أحد متابعينا الأعزاء اللي يحب يتخلص من دهون الوجه ويبرز عضلات الفك. وعديد من الإخوة يعتقدوا أنه هكي عظام بارزة، لكن في الحقيقة هي عضلات. كيف تفتح فمك وتغلقه، فما عضلة مسؤولة عن حركة هكي. وكيف أي عضلة في الجسم إذا كانت تحبها تظهر أقوى، لازمك تتخلص من الدهون وتمرن العضلة. وإذا كانك شخص نحيف، لازمك تزيد في الوزن وفي الكتلة العضلية متاعك. وبالنسبة لدهون الوجه، ما تنجمش تحرق دهون الوجه فقط، فحرق الدهون يتم في الجسم كله. بالنسبة للشخص اللي عنده دهون، لازمك تبتعد عن الطعام الغني بالدهون والكربوهيدرات، ولازمك تركز على الطعام الغني بالبروتين. وكذلك لازمك تعمل كارديو كل يوم في الصباح على معدة فارغة، باش جسمك يستهلك الطاقة من الدهون وما يستهلكش من الطعام. وبالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يزيدوا في الميزان، إن شاء الله الفيديو القادم باش يكون مخصص لكم وباش يعاونكم ياسر في اكتساب الوزن. وبالنسبة لتمارينات عضلات الفك، فما ياسر تمارينات غريبة ومضحكة لازم تلقاها في الجوجل، وفما كذلك أدوات خاصة بالتمارينات هذه. وبكل بساطة، مضغط عليك والضحك هو كذلك تمرين لعضلات الفك. وكذلك فما أشياء تنجم تعطي وهم بصري لظهر الفك متاعك أقوى من الحقيقة، مثل اللحية قصيرة. وكذلك كيف تحصرها وتنظفها، خاصة كيف تنحي شعر الرقبة باش تظهر أقوى من الحقيقة. وكذلك في المستقبل باش نعمل برشا فيديوهات على الصحة والرياضة، إذا كان تحب تزيد في الوزن أو تنقص في الوزن، قم بالاشتراك في القناة. وعندي عشرات الفيديوهات اللي تنجم تعاونك في الستايل والشعر، إذا ما تنساش باش تتفرج عليهم. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو، خليلي لايك كان عجبك الفيديو، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.